السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم اليوم الفطور غادي نوجد لكم واحد البيتزا، اللي هي البيتزا السائله. يعني غادي تشوفوا معايا المكونات ملي غادي سميتو نبدا نحضرها. هاد البيتزا تجي رائعه بزاف وسريعه في التحضير، وتقدر توجديها للضياف، تقدر توجديها للراس كي كنتي مزروبه. يعني واحد الحاجه اللي هي سريعه ولذيذه جدا وصحيه. غادي ندوزو المقادير. البيتزا ديالتنا السائله تتكون من الفرماج، الفرماج ديالها سميتو هذاك اللي تيدار في الساندويتشات، ولا تقدروا تستعملوا موتزاريلا ولا اي نوع بغيتو ديال الفرماج. انا استعملت هذا. وغادي خصونا جوج بيضات ودقيق ديال الفرينه. دابا غادي نعطيكم العبار. وغادي خصنا هنايا الفلفله الحلوه مقطعه على هذا الشكل هذا. وغادي تخصنا الزيت البلديه، وهنايا عندنا الماء الغازي، الماء الغازي، وعندنا الابزار والملح. غادي ندوزو دابا لطريقه التحضير. ها انتوما في مقلاه درنا الفلفل ديالنا اتشحر، هذا هكا تشحرنا شويه الزيت البلدي وشويه الملح وشويه ديال الابزار. صافي، غادي نخليوها تشحر، غير غادي خصنا نقصو الزيت. غادي نخليوها تشحر. دابا غادي ندوزو نحضرو سميتو داكشي اللي بقى. هانتوما في اناء درنا جوج بيضات، غادي نطربوهم مزيان. دابا غادي نضيفو الماء الغازي، دابا دخلنا الدقيق، غادي نخلطو مزيان. خاص الخليط ديالنا يجينا واحد الخليط متجانس، يعني ما جاري ما سميتو ما قاسح. نزيدو واحد شويه، تيبان ليا جاري بزاف. ها نتوما لاصلصه ديالتنا هي واجده، ما كتجيش جاريه بزاف ولا قاسحه بزاف. دابا غادي كيفما قلت لكم، دابا غادي نضيفوها على الفلفل ديالنا اللي خاصنا نوزعوه بواحد الطريقه متساويه في المقله، باش ما يجيش لينا كثير في واحد الجهه وفي واحد الجهه بحال هكا. صافي، وغادي نكبوا الخليط ديالنا دابا على هكا. صافي، دابا غادي نقصو مزيان على البوطه ونغطيوه بواحد الغطاء. هذاك الغطاء خاص يكون بحال هذا، يكون فيه ثقبه اللي تنفس منها بحال هكا. الا بغيتو يعني ماشي اجباري، تجيبو واحد شويه ديال الزيتون، تتقطعوه بالشكل اللي بغيتو، تضيفوه بحال هكا.
نتوما حيت غير هذاك الفلفل راه هو كافي تيعطيها المذاق، وبلا ما ديروا فيها العطريه وياكم والا غادي تخسروا البيتزا. ديروا فيها الزيتون بحال هكا، تجي بنينه بصراحه في الفطور الا عندك ضياف ما فيك اللي ينوض يعجل المسمن. الا عندك الضياف ما فيك اللي ينوض يعجل المسمن في الصباح بكري، وجدي ليهم هذا غادي في قوس يعني الكوزينه، وجديها الزربه وبنيه وتتحمر الوجه. باقي غادي نديقوا لها الفرماج من الفوق، دابا غادي نسدوها بهذا ونخليوها طيب على خاطرها العافيه خاصها تكون ناقصه، والا غادي تحرق لكم الفرن. ها نتوما من بعد ما البيتزا ديالتنا تتبان لينا صافي شاده في راسها تتقيسيها ما تتلصقش فيك العجينه، تنديروا عليها القطع ديال الجبن بحال هكا صافي، وغادي نسدو عليها عاوتاني خليوها سميتو تيدوب عليها داك الجبن صافي، وغادي نطفيو عليها صافي. دابا غادي نخليوها تتبان لينا الجبن مغطيها كلها صافي، ونطفيو عليها ديك الساعه. ها نتوما اعزائي المشاهدين هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالتنا، صدقوني كتجي رائعه في المذاق واعره، بالاخص الى وجدتيها للضياف يعني واحد الحاجه اللي تتحمر الوجه وسهله التحضير، وبلا ما تنوضي بكريمه والو يعني ما راكمش شفتوا الطريقه باش حضرتها. المهم هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لليوم، هذا هو الطبق ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تضربوه على الشده يعني راه واحد الطبق اللي هو سريع. او الى عجبكم الوصفات ديالي والى عجبكم المحتوى اللي كنقدم لكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتدعموني باللايك ديالكم، وما بقى ليا الا نودعكم ونقول لكم السلام عليكم وطه الله وفريوسكم، ونتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم.